عايز اساله لحضراتكم هو ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ طب اسمحوا لي قبل ما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي احنا عارفين الذكاء ده عباره عن ايه؟ الاول هو ذكائنا البشري ده ايه تعريفه؟ ما انا بدل ما اتكلم على كلمه اصطناعي يعني انا هعمل حاجه صناعيه او اخلي الذكاء بقى اصطناعي طب ما اعرف ذكائي الاول حد يعرف ذكائه تعريفه ايه او هو ايه؟ ما هو تعريف الذكاء البشري؟ سريع الفهم تفاعل اداره امكانيات ايه تاني؟ كلام رائع وبصري ولغوي ومنطقي وحركي واجتماعي زي ما حضرتك قلتي او عاطفي صح؟ طيب يعني معنى كلام حضرتك ان انا عندي ثمان انواع من الذكاء يعني اقدر اجيب لهم تعريف واحد؟ صعب. ده ربنا ادانا حاجات جميله جدا جدا وكل واحد قاعد معايا جوا القاعه هنا وجوه المسرح عنده نوع من الذكاء يختلف عن التاني او نوع غالب عن انواع تانية ممكن يبقى عندك اكتر من نوع من انواع الذكاء اللي حضرتك ذكرتيهم معايا من شويه. طب التعريف العام للذكاء ممكن يكون ايه لما جم قعدوا مع بعض العلماء كده عايزين يدوا تعريف عام للذكاء قالوا هو القدره على حل المشكلات ايه ده يعني ممكن تبقى مشكله حركيه مشكله بصريه يعني حضرتك عندك ذكاء بصري ذكاء بصري يعني لما حضرتك تشوفي اي منظر طبيعي بيخش جوه عقلك 3 دي تقدر اشارات عصبيه تبعتها لايديك ترسمي اي منظر طبيعي فحليتي مشكله وقدرتي تعملي رسمه او لوحه معينه وهكذا حضرتك عندك بروبلم سولفنج عشان كده انت شغال في مجال البروجرامنج صح ولا غلط فانت قادر تحل مشكلات وبتشتغل في المجال ده نوع من انواع الذكاء يبقى الذكاء البشري التعريف العام بتاعه هو القدره على حل المشكلات الانسان من زمان قوي بيحلم ان يبقى معاه اله عارفين بقى يا جزر جزر يطلع يحل له كل مشاكله هو الانسان من زمان بيحلم ان يبقى في اله يقول لها يا جازر تحل له مشاكل. وهو ده اللي عمله الانسان في الذكاء الاصطناعي، عمل آله عندها قدره انها تحل المشكلات بنفس الطريقه اللي هو بيحل بيها المشكلات. طب ده ازاي؟ ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي بقى لما نتكلم على رحله الذكاء الاصطناعي، وعايز اشوقكم شويه عن موضوعنا النهارده عن الذكاء الاصطناعي، هو ممكن نستفيد بيه ازاي؟ تعالوا بس نعرف التعريف الاول. هو مجموعه من التقنيات، مش تقنيه واحده، ليه؟ لان الذكاء برافو على حضرتك وحتى الذكاء الاصطناعي كذا نوع انا عندي ذكاء اصطناعي ممكن يترجم الكلام عارفين جوجل حضرتك بتعمل كده كابي لاي تكست وترميه على جوجل ما بيقولكيش بعد اذنك سيبيني ساعتين الا ربع هقعد اعمل سيرش وبعد كده ترجم لك على طول ترجم ترجم الذكاء الذكاء الاصطناعي صح الغلط يعني ترجم في تسمعوا عن حاجه اسمها سيلف درايفنج كورز او السيارات ذاتيه القياده او دلوقتي العربيات اللي نازله في مصر جديده اللي هي فيها اوتو باركنج تضغط على الزرار كده تركن على طول لوحدها بتركن ازاي؟ بتقول لك بعد اذنك بس هجيب اي حد معرفه بيعرف يركن اركن العربيه هنا ولا هي اللي بتاخد القرار وبتحل مشكله الركنه بضغطه زرار الاوتو باركينج؟ صح ولا غلط؟ فده نوع ذكاء وده نوع ذكاء فتقنيات مختلفه هو انا روبير ذكي ليه؟ عشان قادر اشوف وقادر اسمع وقادر احس طب انا لو مش عندي الحاجات دي كلها هقدر عارفين لما كلنا درسنا في اعدادي وثانوي الخطوات حل المشكله حد فاكرها؟ حد ممكن يقول لي اول خطوه من خطوات حل المشكله ايه؟ يا سلام ايه الكلام؟ تح. احنا كان على ايامنا بقى ثانويه عامه برضه جديد ماشي؟ كان يقول لك الشعور بالمشكله. يعني جاي العب كوره <applause> لقيت نفسي بنهج كده عرفت على طول ان انا شعرت بمشكله ان انا بنهج لساني طلع كده والعرق معنى كده ان حاجه من اتنين يعني عندي بقى كرش ووزن زياده شعرت بان في مشكله وبعد كده حددتها وبعد كده ابتديت اشوف بقى البدايل ايه واختار البديل صح؟ فاحنا بنتكلم برافو عليكي مش دي خطوات حل المشكله واحنا قلنا تعريف الذكاء البشري حل مشكلات واحنا محتاجين ده فالاله عشان تبقى ذكيه قادره ان هي تسمع صح؟ معانا التليفون دلوقتي بيسمع لنا وعلى فكره حد فيكم خد باله ان لو حضرتك عندك فرح الاسبوع الجاي وجاي بتكلميها تقول لك انا عايز اشتري فستان سواريه اسمر هتبص تلاقي كل تليفون نازل فيسبوك اعلانات على فستان سوري نازل لك اسمر ليه قادر يسمعنا بياخد الكي او الكلمات المفتاحيه ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي مش ناس. انا كحيانين انت دافعه فلوس وانت بتعملي الاكونت بتاع الجيميل احنا بنشتغل على اوبن سورس احنا الاندرويد او ايا كان البلاتفورم اللي احنا بنشتغل عليها هي اوبن سورس فاحنا مش دافعين فيها فلوس عشان هو يحمي او هو يحمينا هو بيكسب منين بيكسب مننا وفيسبوك هكذا كمان بتكسب مننا عن طريق الاعلانات هنتكلم ده لان ده برضو من خلال الذكاء الاصطناعي ماشي الاله دلوقتي قادره تسمع كويس وقادره تشوف مين فينا ما مش معاه تليفون في كاميرا اول ما يعمل كده تعمل حاجه اسمها فيس ديتكشن او حاجه اسمها فيس ريكوجنيشن اللي هو يتعرف على ان ده روبير ومين اللي معاه لما حد بيتايج حضرتك في صوره مش بي... مش بيظهر مين الاصدقاء واسمائهم صح ولا غلط ده كلام بيظهر معانا يعني الاله قادره تشوف كويس وتسمع وتحس تحس ده تقنيه تانية خالص اسمها انترنت اوف ثينجز هتسمع عنها في سنسور خلينا نقول ان في سنسورز سنسورز يعني مستشعرات وانترنت انت لما حضرتك بتروح اي مول مش الباب بيتفتح على طول اوتوماتيك في سنسور استشعر ده كل واحد فينا شايل سمارت فون معاه مش اقل من ستة سنسورز موجوده جوه التليفون مستشعر ضوء مستشعر حركه وهكذا صح ولا غلط ده حاجه من تقنيات الذكاء اسف من تقنيات الانترنت اوف فالاله قادره تحس زينا بالحركه زي الروبوتس بيقدر يروح يمين وشمال والعربيه بتركن لوحدها وفي سنسورز وهكذا قادره تشوف قادره تسمع بالتالي واحده واحده التكنولوجيا لما تقدمت ابتدت الاله تفكر ماشي وتاخد قرارات زيها زي الانسان عايز قبل ما انقل لشريحه ثانيه في سؤال كان نفسي اتساله هو ايه الفرق ما بين كلمة automation وايه اي؟ AI ارتفيشال AI, انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو موضوعنا النهارده. طب يعني ايه automation؟ اللي هو الآلية. ايه الفرق ما بين انا بعمل حاجة بشكل آلي وعندي آلة بتشتغل بالذكاء الاصطناعي؟ حد مثال بسيط يعني ايه automation؟ اوتوميشن يعني اليه، اشاره المرور دي مش متبرمجه ان كل 40 ثانيه بتتغير، في عربيات في الشارع، ما فيش عربيات في الشارع، الاشاره عماله بتتغير من لون لون صح ولا غلط؟ لكن لما نروح بقى على السمارت سيتيز او المدن الذكيه اللي البلد بتبنيها دلوقتي، لا، في كاميرات عماله تحسب عدد العربيات اللي موجوده، في سنسورز عماله تحسب وتشوف كام عربيه وبتاخد قرار وبتدي كمان تنبيه للاشاره اللي بعدها انها تقلل الزمن او تزود الزمن عشان تعمل دايما سيوله مروريه كل ده بدون اي تدخل بشري شفتوا الفرق ما بين حاجه كده كده بتغير اوتوميشن او اليه في الاداء او متبرمجه زي ما حضرتك استخدمتي لفظ وهو لفظ صحيح جدا متبرمجه عشان تعمل حاجه معينه وشيء تاني بياخد قرار زيه زي وزي البشر قدره على حل مشكلات صح مش بيحل مشكله بتاعه المرور بدون تدخل بشري عمال يحسب وياخد قرار هنفهم ده ازاي لان احيانا ممكن نكون بنتلخبط بض... بس عشان كده حبيت ادي المثال ده حضرتك قلت كلمه حلوه من شويه قلت لك بس اصبر عشان هي جايه معانا دلوقتي هو الاله بتعمل كده ليه عامله زي البيبي الصغير مع الفرق كبير في التشبيه بس عشان ابسطها على قد ما اقدر احنا مش كلنا كنا في يوم صغيرين قوي و... وتعلمنا ا ب والصور وايه بي سي صح طيب مش احنا كلنا اتعلمنا ده زي بعض بس في حد حضرتك بتحب تقري كتير جدا فلما قريتي كتب بقيتي مثقفه اسالك في الجغرافيا تجاوبيني لكن واحد غلبان زي حالاتي ما بيحبش القرايه فتيجي تسالنا بس تقول لي اسمك ايه ساكن فين ما اعرفش معلومه اكتر من كده هكذا الاله كل ما اديها بيانات كتير عامله زي كده كل ما اقرا كتب كتير كل ما بقيت مثقفه ومتنور كل لما هي كمان تتعلم البيانات دي وتطلع لي كمان رولز وتطلع لي نظريات وتطلع لي حاجات مبهرة جدا وهناخد امثله كتير في الموضوع ده بنسمي البيانات الضخمه دي حاجه اسمها البيج داتا او البيانات الضخمه على فكره ده علم انا كان مشروع تخرجي في الماستر من مايكروسوفت كان عن البيج داتا ممكن احكي لكم حاجه صغنططه كده عن البيج داتا عشان نفهم هي بتعمل ايه في فرنسا عملوا تجربة صغنططة كده جابوا 4700 روشته طبية، طبعا هناك مش أي حد بيروح ياخد روشته أو يروح للصيدلي يطلب منه دواء، لازم روشته والطبيب وسيريال والمريض. هم حللوا بس في الروشتات الطبية دي الدواء ده والمريض منين وساكن فين؟ لمجرد تحليلهم 4700 روشته طبية من جميع أنحاء فرنسا، تخيلوا إن هم اكتشفوا إن جنوب فرنسا بيصاب بنوع من أنواع الحساسية سنوياً. فابتدوا يتوجهوا للجنوب ده ويقاوموا النوع من الانواع الحساسيه فهموا تحليل بيانات ما كانوش يعرفوا حاجه زي كده فتحليل البيانات ده بينور لنا حاجه كتير طب نتكلم على مصر هنا الجهاز المركزي للاحصاء لما ابتدى يشتغل على مصر وعلى بياناتنا احنا اكتشف ان احنا عندنا حاله طلاق كل ثلاث دقائق اكتشف ان القرى الاشد فقرا موجوده الظهير الصحراوي بتاعها اللي هي موجوده في الفيوم وموجوده في المنيا وموجوده في بعض المحافظات في الصعيد فابتدت حياه كريمه تروح والدوله تاخد قرار ان هي تروح تشتغل على الناس الجميلة دي اللي كانوا محرومين من الخدمات الأساسية عرفت ده منين؟ من تحليل البيج داتا أو البيانات الضخمة دي كلها أوكي؟ فأنا كل ما بدي الذكاء الاصطناعي كم ضخم من البيانات الذكاء الاصطناعي بيتعلم من البيانات دي ويبتدي ينشئ لي أنظمة ذكية في عدد كبير جدا من الناس اللي ربنا ما أنعمش عليهم بنعمة السمع هو الذكاء الاصطناعي لو حاضر معايا دلوقتي هنا أي حد مع التليفون بتاعه بيحول الكلام بتاعي لتكست لنص هو قادر يتابع كل التفاصيل معايا وهو خلاص حلله مشكلة مش ده القدرة على حل مشكلات ده احنا عندنا كم نوع من انواع الحيوانات معرض للانقراض وانا بقيت قادر اتابعهم من خلال الذكاء الاصطناعي زي ما كان ظاهر في الفيديو معانا دلوقتي انا عايز ارجع تاني لنفس المثال بتاع السمع مين البطلة جن اللي كانت فاقدة البصر تخيلوا احنا كلنا انا عشان اوصل هنا بفتح الجي بي اس بفتح المابس وهو بيوصلني هنا ده بقى عناية وماشي فاضل 8 متر يمين شمال لا ارجع ورا ما احنا عارفين طبعا الجي بي اس في مصر عامل مشاكل بس يعني احنا بنتكلم بره مصر الدنيا زي الفل مفيش اي مشكله تخيلوا ان بقى في تطبيقات دلوقتي للمكفوفين اخواتنا المكوفين ان هو عايش حياته كلها بيها انتوا شفتوا ان هي قادره بتجري في الشارع ده بتجري انا مش بتكلم انها تمشي يعني بيقول لها الاشاره كذا اعدي فيه ناس وهكذا الموضوع التطبيقات ده احنا الشكل الكلاسيكي للاشخاص المكفوفين هو ماسك عصايه بيتلمس ويتحسس بيها الحياه حواليه دلوقتي بقى السمارت فون او عصايه ذكيه او نظاره ذكيه تطبيقات كتير جدا بيستخدمها الذكاء الاصطناعي بيخدم الفئات المختلفه دي واكتر من كده مين شاف الفيديو بتاع ايلون ماسك لما اعلن خلاص السنه الجايه هيجرب على البشر تخيلوا ان الناس المقعدين اللي عندهم مشاكل اللي عنده شلل نصفي والشلل النصفي بيجي نتيجه ايه؟ حادثه، قطع في الحبل الشوكي اللي موجود جوه العمود الفقري، فالاشارات ما بتوصلش من المخ لبقيه الاطراف او الجزء السفلي من الجسم، فدلوقتي الذكاء الاصطناعي قدر يفهم الاشارات بتاعه المخ وده عن طريق حاجه اسمها ديب ليرنينج فهم القصه ماشيه ازاي، فيعمل كروس على القطع اللي موجود فيقدر الجسم يبعت اشارات عادي، طب حد اساسا عنده مشكله انه بتر في احد الاطراف بركب طرف صناعي وبقى بياخد الاشارات عادي والطرف الصناعي قادر يفهم الاشاره فبيتحرك شفتوا الذكاء الصناعي كمان بما يعني ده مش موجود هنا حتى في الاطراف الصناعيه والكلام ده كله هيبقى قابل للتنفيذ قريب انا مش عايز اقول حاجات اكتر من كده عشان انا عارف ان هخش في اسئله كتير والخيال ان احنا قريب جدا بدل ما اروح ادرس انجلش هروح اشحن انجلش هيبقى برضو من خلال النيورال نتورك والشبكات العصبيه وهكذا، ده بجد، الناس اللي خايفه من التطبيقات وفاكره بقى بتتفرج على الافلام الاجنبي ومرعوبه من الروبوتس اللي هيسيطروا على العالم، انا عايز اقول لكم ان الذكاء الاصطناعي بيعزز قدراتنا كبشر، اللي هو ايه؟ يعني بيعزز الذاكره بتاعتي بيخليها اقوى. يعني احنا مش مش بنعمل روبوتس عشان تقوم علينا وتسيطر على العالم، احنا بنعزز قدراتنا احنا كبشر، نشوف احسن، نسمع يبقى عندنا ذاكره اكتر. الكلام اللي انا هقوله ده مش رايي الشخصي ده كانت ورشه عمل في المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس في 2018 وكانت كان دكتور ماجد وهو واقف مكاني هنا كان بينوه عن الموضوع ده انا بقول لك رقم فيكسد مثبت يعني في 133 مليون وظيفه في العالم هتندثر وهيحل محلها 75 مليون وظيفه جديده انتوا مش متخيلين ان انا كان عندي هنا موضوع كنت بتكلم فيه في يوم من الايام في خدمه برضه عمل تطوعي على تاريخ الثورات الصناعيه اللي بيقرا تاريخ يقدر يستقر المستقبل صح؟ تاريخ الثورات الصناعيه بيقول لنا ان كان في وظيفه اسمها السقا بيعدي على البيوت بتاع الانابيب اللي احنا شفناه مهنه السواق دي هتتلغي لان هيبقى في سيلف كورس اوبر في بعض الدول اللي فيها بنيه تحتيه كويسه الغي العربيات ام سواق وانا عايز عربيه سيلف درايفنج كورس او سيارات ذاتيه القياده هي اللي تشتغل امان اكتر وهكذا الشاحنات في بعض الدول في اوروبا في المانيا دلوقتي شغاله مرسيدس ماشيه في كل مكان قياده ذاتيه وهكذا وظيفه الكول سنتر هتتلغي ايه ده اشمعنى وظيفه الكول سنتر هتلغي لان بقى في سوفت وير بالذكاء الاصطناعي اسمه شات بوت سوفت وير صغنطه قد كده الشركه بتشتريه فبدل الطقم اللي شغال في فودافون او اورنج او غيرها من شركات الاتصالات لا أعضو. التاتش بقى تقول له راستر الراوتر وتعالى مش عارف ايه وبتاع لا الشات بوت ده هيبقى فاهم المشكله قبل ما حضرتك ما بتتصل وبيعمل حاجه اسمها بيرسوناليزيشن هو فاهمك وعارف طلباتك يعني بتستخدمها دومينوس بيتزا وعدد كبير من الشركات هي عارفه طلباتك القديمه ايه وانت بتحب ايه فبتعرض عليك اللي انت بتحبه واديكم مثال الذكاء الاصطناعي بيعمل لنا حاجه لذيذه قوي لحد يعني اكتر من مثال حاجه اسمها دايناميك برايسنج مين فينا يعني اتعامل مع الابلكيشن بتاع اوبر اوبر اكيد كلنا يعني في يوم من الايام استخدمناه ده مثال صارخ جدا على الذكاء الاصطناعي ازاي بمنتهى البساطه هو حدد لوحده اقرب عربيه ليا وبعتها لي اوكي حدد لوحده اقرب طريق وابتدى يختاره حدد حاجه اسمها دايناميك برايسنج او تسعير متغير عرف ان لو حضرتك بتروحي من البيت للكليه الصبح حسبها لك ب 20 وبالليل ب 25 ولو التليفون بتاعك كان فيه شرطه واحده هيحسبه لك باربعين جنيه هيستغل الموقف لاحظيها، لأنه هو يعرف عنك كل حاجة من تليفونك يعرف كل تفاصيلك هو أنا ممكن أعمل إيه بالذكاء الاصطناعي أو بالموضوع بتاع النهاردة مش أنا وعدتكم نكسب بيه فلوس طيب تعالوا نتكلم أنا بكسب بيه فلوس إزاي بكسب بيه فلوس بدي محاضرات في الذكاء الاصطناعي ويعني أنا رحت كل الجامعات والمعاهد الخاصة اديت شغل ده وكسبت فلوس طيب أنا بحب حاجة تانية اسمها ديزاين مين فيكم هنا ديزاينر بيعرف يعمل تصميمات وجرافيك ديزاين بتبداي طب حلو كل برامج الديزاين من اول 2020 عشرين عشرين واحنا طالعين بتشتغل بالذكاء الاصطناعي مين فيكم بيشتغل على الفوتوشوب لا ما تزعلونيش بقى ارفعوا ايديكم كده شجعونا كده طب الستريتر وافتر افكت من اول 2020 عشرين عشرين انا كنت زمان علشان اخد صوره واغير الخلفيه كنت بعمل لاير تاني واعمل ماسك احيانا وبختار بقى سلكشن تول اداه من دول صح ولا غلط انا بعمل دلوقتي كده مربع سلكت اوبجكت بالذكاء الاصطناعي عارف ان ده روبير عرف ان ده قلم عارف ان دي مش عارف ايه وعاملها لي بضغطه غير لي الباك جراوند كله ايه ده الذكاء الاصطناعي بقى معايا يبقى اول حاجه انا ممكن استفيد بيها بالذكاء الاصطناعي ان انا اتعلم البرامج او السوفت وير اللي بتفيدني في تخصصي ان انا اكسب فلوس طيب حضرتك محاسبه الاكسل 2019 اللي هو نازل في اوفيس 2019 ده فيه بعض الفانكشن والدوال اللي بالذكاء الاصطناعي اللي بتعمل تحليل بيانات بتعمل لي داتا اناليسز وبتطلع لي بيانات طب ما نتعلمه اوركل وغيرها من البرامج فيها ذكاء اصطناعي يبقى اول خطوه اشوف تخصصي ايه ديزاين بقى بروجرامينج عندك كم كبير جدا من انت تعرف ان مايكروسوفت اي اي سكول عامله حاجه جميله جدا انا انا راجل دارس اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت وبشتغل في الويب ديفلوبمنت بعمل كود عشان اعمل الويب الصفحات يعني لو حضرتك عندك مشروع عايزه تعملي موقع انا اللي بعمل الموقع دلوقتي بتار... عن خلال الذكاء الاصطناعي ورقه بجيبها من على الارض ورقه زي حضرتك كده جاي راسم فيها الموقع بعملها ابلود الذكاء الاصطناعي بيكتب لي الكود وعمل لي الموقع ايه ده طب ما حضرتك هتقولي لي فين الابداع فين الانسان واين هيفضل الابداع البشري احنا محتاجينه ايوه في وظايف بتتلغي لكن في وظايف جديده بتتكرر حد سمع عن وظيفه اسمها ديف اوبس ها مين يرفع ايديه يشجعني كده ديف اوبس اتطورت ديف اوبس دي خلاص عفى عليها الزمن واتطورت بقت ديف سيك اوبس ها ها يلا بقى هاخد نفسي احنا كنا عرفنا الديف اوبس عشان نعرف الديف سيك اوبس تمام دي متاخده من حاجتين شغلانتين الديفيلوبر الراجل اللي بيشتغل في مجال التطوير والناس اللي بتشتغل في الاوبريشن في السيلز اللي بيبيعوا فكان الراجل لما بينزل في سيلز الجمهور يقول له انا عندي مشكله في التطبيق ده بيهنج ده الصفحه الفلانيه فبيرجع للمدير بتاعه بيتكلم قسم التطوير علشان يقعد يعدل في الاب بقت كل الاثنين في وظيفه واحده اللي بيعمل ده هو اللي بيعمل ده لانه ما محتاج يتعلم لغه برمجه مش دلوقتي بقى عندنا حاجات كتير دراج اند دروب الباور اب من مايكروسوفت وغيرها 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 من المواقع صح مش بقى عندنا تطبيقات ابقوا اعملوا سيرش على تطبيق اسمه مايكروسوفت داينامكس ديناميكس ده يعني من الابره للصاروخ من اول ما انت تفكر تعمل مشروع لحد مشروعك ما يكبر ويبقى عندك عربيات واساطيل وبيدير لك بيدير لك الاساطيل بتاعه عربياتك بالذكاء الاصطناعي انت متخيل يعني بلاننج وكل حاجه قادرين انت تتخيلوا الذكاء الاصطناعي موجود معانا فين فاول حاجه في الذكاء الاصطناعي اقدر اتعلمها البرامج اللي هتفيدني في تخصصي وفي شغلي واتعلمها يعني محاسبه يلا ديزاينر يلا بروجرامر مع بعض في السيلز اهو في اي مجال هتلاقي فيه سوفت وير فيه ذكاء اصطناعي يلا نتعلم البرامج دي ودي اول خطوه في الذكاء الاصطناعي. طب انا عايز اطلع بقى مرحله الوحش عايز اكسب فلوس كتير اللي هو اي كلمه في الموضوع ده بكسب بالدولار انا هتعلم لغه من لغات البرمجه هو انتم فاكرين الراجل اللي عمل الابلكيشن بتاع اوبر ده يعني قعد عمل رسم الخرايط والطرق والنافيجيشن وكل الحاجات دي كلها خالص. جمال البرمجه تسمع عن الاو او بي اوبجكت اورينتد بروجرامنج يعني برمجه كائنات التوجه مش هو الكلام تقيل بس الجمال في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ده ان انا مش محتاج ابقى عارف تفاصيل العربيه من جوه الفرامل بتشتغل ازاي ومش عارف ايه بيشتغل ازاي المهم ان انا لما اركب وادور واحط بنزين العربيه بتطلع المبرمج بيعمل كده الراجل ده مبرمج مش لازم يبقى هو حافظ ذكاء اصطناعي بيشتغل اصطناعي بيروح يجيب حاجه اسمها اي بي اي جاهزه بتاعت حضرتك بيدفع فلوس فيجيب حاجه بتعمل له الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنتكلم عليه ده كله عمل له الخرايط وحدد له المكان وعمل له الدايناميك برايسنج حدد له التسعيره وكل حاجه فالراجل اللي عمل اوبر اشترى كم اي بي ايز وهو ما يعرفش عنهم حاجه ما يعرفش هم من جوه معمولين ازاي فشفتوا الجمال وبتقدمها عدد كبير جدا من الشركات فيبقى تاني حاجه معايا هو ان انا بشتغل عليه لغه برمجه وهكذا هنتكلم ثالث حاجه بقى الالجوريزم ده مرحله الوحش ونبقى نتكلم عنه بعدين عشان يعني ده محتاج بقى دراسه كامله في الموضوع ازاي بقى نعمل كمان الجوريزم طيب هو موجود معانا فين موجود معانا في توقعات جوجل في الخرائط موجود معانا في السيري واليكسا المساعدين الرقميين الديجيتال اسيستنت مين فينا مش بيكلم كورتينا كده او سيري بيكلم او بيعمل اي حاجه احنا عايزينها اوبر وقلنا اتكلمنا عنها بالتفصيل دلوقتي البريد الالكتروني ليه ده بيروح للسبام وده بيجي لي في الان هو فهم ان ده رساله مزعجه برساله بريد مزعجه جايه اعلانات فابتدا يرميها هنا كل ده برضه بالذكاء الاصطناعي فيسبوك ليه بيرشح انا جيت معاكو هنا النهارده فرشح حضرتك وحضرتك 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 كاصدقاء ليا وساب الباقي ليه اشمعنى؟ ايه الحاجات المشتركه؟ ومين اللي حدد الحاجات المشتركه دي؟ يعني ما عندناش اي اصدقاء. يعني احنا هفترض جدلا ان ما فيش اي اصدقاء مشتركين ما بيننا. اللوكيشن هو حدد ان احنا مع بعض في نفس المكان ثلاث ايام فرشح لي طب ما انتوا كلكم معايا. دول؟ عشان دول اللي بيفتحوا معايا في نفس الوقت. هم دول اللي بيتابعوا اليوم السابع. هم دول حاجات هو يعرفها عني اكتر ما انا اعرف عن نفسي. حضرتك لما بسجل رقم تليفونك او بسجل رقم تليفون حضرتك عندي ابتدى يرشحك كصديق ليا هو فهم وهكذا طبعا عنده حاجات كتير متصممه في الالجوريزم بتاعته عشان يرشح لي الاصدقاء وبيعمل كل ده بذكاء اصطناعي وهكذا طبعا اكتر من كده بكتير يعني توصيات البحث اول ما بتكتب كلمه بيكمل لك بيعمل لك اوتو سواء في الوورد او في الشات فبيعمل نفس الموضوع ده بيعمله ليه وبيعمله ازاي بيعملوا بذكاء الاصطناعي لأنه هو عارف انت عايز تكتب ايه بالظبط. والاعلانات انا عايز اكلمك بس ايه شويه انا خايف الوقت هو خلاص انا مش معايا وقت كتير بس اسمحوا لي افرقكم على شويه حاجات جميله هو بيعمل التعرف على الوجه الموجودة معانا في الكاميرا بتاعتنا عايز اوريكم هو بيعمل ده ازاي. تحويل الصوت وهكذا عارفين هو بيعمل ايه اكثر دقه دقه من مين؟ اوعوا تنسوا ان الذكاء الاصطناعي هو اللي قال لنا الشتاء يوم كذا وهو تنزله عشان في اعاصير وفي مش عارف ايه وصدق وكان قايل لنا الكلام ده قبلها ب 15 يوم حصل ولا ما حصلش وابتدى يقول لنا خلي بالكم الاسبوع الجاي كله درجه الحراره هتبقى 40 والراجل كان ما بيكذبش عرف منين عرف عن طريق الذكاء الاصطناعي تحليل كم كبير من بيانات وانا هفرجكم دلوقتي حالا هو بيعمل ده ازاي يعني مش مجرد كلام عشان ما يبقاش الموضوع مجرد نظري ان احنا اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي وعرفنا لا هوريكم من جوه وده سؤالك ماشي هو بيشتغل جوه ازاي؟ مستشفى 57 سبعة عارفين ليه بتوصل ل 70% نسبه شفاء؟ في دكتوره اسمها ميري جميله جدا قابلتها في يوم من الايام بتشرب بالذكاء الاصطناعي هناك تحليل كم كبير من البيانات وبتفخر المستشفى بانها بتاكسس على داتا بيز او قواعد بيانات مستشفيات ثانيه. فلما بيجي مريض وبتعمل له اشعه مقطعيه الذكاء الاصطناعي بيحدد ده احسن علاج احنا شفناه لما عالجنا بيه الحاله الفلانيه والحاله الفلانيه سواء في مصر او بره مصر فبيبتدي الذكاء الاصطناعي يحدد لي الجرعات المناسبه فعشان كده بتطلع لي احنا نتائج هايله مين اللي بيديني التوصيات بالعلاج نتيجه تحليل كم ضخم من البيانات لما اتكلمنا عليها فابتدى يقول لي ويوصي وهكذا ماشي التكلفة والوقت مين طبعا أكيد الروبوتس وأكيد الشات بوت اللي أنا كلمتكم عنه وغيرها 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 بتوفر كتير من التكلفة والوقت تجربة عملاء أفضل حضرتك لما بتخشي ما هنتكلم على اليوتيوب احنا لو فتحنا كل واحد فينا الهوم بيج بتاعت اليوتيوب بتاعته هتلاقيها مختلفة ليه؟ حضرتك بتحبي الحاجات الديني بصوت أبونا فلان أو الترانيم بصوت فلان فكل الفيديوز موجودة كذا لا حضرتك بقى مو صلاح مو صلاح هو رقم واحد واثنين وثلاثة وعمر أديب فهتلاقي صفحاتنا كلها مختلفة عن بعض نتيجة اهتماماتنا فهو بيجيب لك تجربة عملاء بناء على اختياراتك حتى لما بتخشوا على الاونلاين اللي هو الاونلاين ستورز اللي هو المتاجر الالكترونيه بعتمد على تريننج بيانات التدريب بتاعتي هما ثلاث انواع من الذكاء الاصطناعي من ماشين ليرنينج ماشين ليرنينج ده اللي هو ايه ازاي بعلم الاله بقى عشان اوصل للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي ده الاسم الكبير لكن من جوه في اله انا هعلمها ففي ثلاث انواع من الماشين ليرنينج اول نوع اسمه سوبرفايز ليرنينج او تعلم تحت اشراف انا المدرب انا المشرف انا اللي عارف النتيجه اللي انا عايز اوصل لها في النهايه هتبقى عامله ازاي يعني عارف النتيجه هتبقى ترو ولا فولس بس ممكن اقول بيعمل حاجه اسمها كلاسيفيكيشن بيقدر يعرف هو الـ هو حضرتك لما هتخش كل يوم على الاونلاين ستور هتشتري ولا مش هتشتري بناء على تاريخك السابق لا ده بتتفرج بس دي بقى من اللي بتيجي تقيس الفساتين كلها اللي في المحل وما بتشتريش حاجه في الاخر تمام طيب؟ انا اسف انا اللي بعمل كده حضرتك بتخش كل يوم تشتري حاجه ومضيعة فلوس البيت كله ومرتبك كله في الموضوع ده النوع الثاني التعلم بدون اشراف انا المره دي بقى مش بديله بيانات تدريب انا بديله بيانات كتير وبقول له الموديل بتاعه له صنفهم اللي تلاقيهم شبه بعض حطهم لي مع بعض فانا هنا اديته بيانات تدريب كتير اهو وهو شغلته ان هو يصنفهم دي مش بتحلي لي مشاكل كتير جدا عارفين الاكسل اللي فيكوش اشتغل على الاكسل كده مع الفرق الكبير في التشبيه اما يقعد يصنف الحاجات اللي شبه بعض والانماط وهكذا بس ده بقى لما بستخدم اكتر من نوع من انواع الذكاء الاصطناعي مع بعض بيطلع لي حاجات مبهرة جدا تعالوا نشوف بقى التعلم المعزز يعني ايه تعزيز لو فهمنا كلمة يعني ايه reinforcement learning هنفهم الموضوع ماشي ازاي reinforcement يعني معزز حضرتك لما تنجحي بابا بيجيب لنا حاجات حلوه ورحله وبنطلع المؤتمر لكن لو في سنانير بلاش نقول حاجه تانية، زي اي اسره تقليديه في ايه؟ ايوه الطائر الشبشب الطائر ده اللي احنا كلنا تعرضنا له في يوم من الايام فده بنسميه هنا تعزيز ايجابي وتعزيز سلبي. طيب الاله هنا بتعمل ايه؟ الاله هنا لوحدها من البيانات تقدر تعمل حاجه اسمها تعزيز ايجابي وتعزيز سلبي. هدي مثال مين فينا ما فكرش يشتري لابتوب جديد؟ أي الراجل ده مبرمج وعايز لابتوب جديد مثلا تكون 16 ما مس يعني نعمه وانا معايا ايه 70 اللي هو من زمان ده الحمد لله اشكر ربنا انا اقصد ان اول ما ابتدينا نجيب سيرته دلوقتي هيبتدي اعلانات وتنزل لنا مش احنا قلنا الموضوع ده بس الذكاء الاصطناعي بيعمل ايه هنا خد الكي كلمه مفتاحيه عارف ان في معلنين على الفيسبوك بيبيعوا الاس فابتدى ينزل لي الاعلان فحضرتك مهتميه بالاعلان او بالفستان الاسمر فاكره اللي كان بتاع الفرح فعملتي سي مور وابتديتي تشوفي وتفتحي الصوره دي وتقفي قدامها ثلاث ثواني اربع ثواني هو عمال يحسب لك كل ده كل ده عمال يحسبه لك هنشوف ده دلوقتي حالا مع بعض بعد ما حسب لك ده انتي قفلتي عملت سكرول عشان تشوف بقى مين اتجوزت ومين كان عيد ميلادها امبارح وكانت لابسه فستان ايه والشوزه بتاعتها كان لونها ايه وهكذا فابتدى ينزل لك معلن تاني بيعمل نفس القصه فبقينا ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ثالث رابع كل مره حضرتك بتفتحي الاعلان هو بيكافئ نفسه تعزيز ايجابي بيدي نفسه مكافاه فينزل لك تاني من نفس النوع اللي انت بتحبيه طيب حضرتك فقدت الاهتمام بالموضوع ده بتعمل ايه تعمل سكرول مش عايزه تشوف الحاجه دي ما يجيبها تاني يخصم من نفسه نقطه خش على اي موقع عايزه تشتري فستان هتلاقي اعلاناته عن طريق جوجل ناس ذلك في اي موقع حضرتك بيتفتح جوجل AdWords, جوجل وجوجل ادسنس وغيرها بقى اللي اتلغت الاسمين دول بقت جوجل ادس الاسم الكبير بتاعها دلوقتي التعلم العميق ده مرحله الوحش في الذكاء الاصطناعي هو يعني بيحاول يشتغل زي المخ الاشارات العصبيه بتاعه المخ بس قبل ما نتكلم على الديب ليرنينج احنا عندنا الذكاء الاصطناعي ده الاسم العام ما بيتحققش غير عن طريق حاجه اسمها الماشين ليرنينج الاله بعلمها واتكلمنا ان الماشين ليرنينج ثلاث انواع حد فاكر منهم كان ايه السوبرفايزد برافو عليكي تمام والان سوبرفايزد تعلم بدون اشراف والتعلم المعزز دول انواع فرعيه من الماشين ليرنينج الديب ليرنينج اللي انتم شايفينه دلوقتي ده تكنيك هو نوع فرعي من المشين ليرنينج بس له تكنيك مختلف هو بيشبه العقل البشري هنشوفه بقى ازاي بيعرفنا وازاي بيحللنا وازاي بيترجم ركزوا مع الفيديو ده وانتوا هتعرفوا اكتر الذكاء الاصطناعي بيشتغل ازاي من شورت بسرعه بسرعه حالا. What exactly is deep learning? Deep learning is a subset of machine learning which in turn is a subset of artificial intelligence. Artificial intelligence is a technique that enables a machine to mimic human behavior. Machine learning is a technique to achieve AI through algorithms trained with data. And finally, deep learning is a type of machine learning inspired by the structure of the human brain. In terms of deep learning, this structure is called an artificial neural network. Let's understand deep learning better and how it's different from machine learning. Say we create a machine that could differentiate between tomatoes and cherries. If done using machine learning, We'd have to tell the machine the features based on which the two can be differentiated. These features could be the size and the type of stem on them. With deep learning, on the other hand, the features are picked out by the neural network without human intervention. Of course, that kind of independence comes at the cost of having a much higher volume of data to train our machine. Now, let's dive into the working of neural networks. Here we have three students. Each of them write down the digit 9 on a piece of paper. Notably, they don't all write it identically. The human brain can easily recognize the digits. But what if a computer had to recognize them? That's where deep learning comes in. Here's a neural network trained to identify handwritten digits. Each number is present as an image of 28 times 28 pixels. Now, that amounts to a total of 784 pixels. Neurons, the core entity of a neural network, is where the information processing takes place. Each of the 784 pixels is fed to a neuron in the first layer of our neural network. This forms the input layer. On the other end, we have the output layer with each neuron representing a digit with the hidden layers existing between them. The information is transferred from one layer to another over connecting channels. Each of these has a value attached to it and hence is called a weighted channel. All neurons have a unique number associated with it called bias. This bias is added to the weighted sum of inputs reaching the neuron, which is then applied to a function known as the activation function. The result of the activation function determines if the neuron gets activated. Every activated neuron passes on information to the following layers. This continues up till the second last layer. The one neuron activated in the output layer corresponds to the input digit. The weights and bias are continuously adjusted to produce a well trained network. So, where is deep learning applied? In customer support. When most people converse with customer support agents, the conversation seems so real. They don't even realize that it's actually a bot on the other side. In medical care, neural networks detect cancer cells and analyze MRI images to give detailed results. Self driving cars. What seemed like science fiction is now a reality. Apple, Tesla, and Nissan are only a few of the companies working on self driving cars. <laughs> ولا في التعليم المدني في الجزيره، طبقه عماله تسلم طب ايه ده؟ ميري؟ لا مريم، مريم احنا اتقابلنا في اسكندريه وكنت قاعده مش عارف ايه وسألتيني السؤال الفلاني وهكذا وكله في الاخر بيعوض رياضيا هو ده جبر خطي لينير الجبرا يعني اللي عايز يدرس ذكاء الصناعي يدرس لغه من لغات البرمجه زي بايثون وبفضل بايثون لان مكتباتها والاي بي ايز بتاعتها كتير جدا بيدرس حاجه اسمها جبر خطي انا يعني مش محتاج ادرس حاجات ضخمه بس عايز اعرف اللي في الباك جراوند بيبقى شغال ازاي؟ بطلع نسبه الخطا ازاي؟ احنا هنشتغل على مكتبات جاهزه ما تقلقوش بس ابقى فاهم هو بيعمل ده ازاي؟ واحتمالات شويه حاجات في الرياضه جميله كده فالموضوع مش ذكاء اصطناعي حاجه ضخمه ده انا مش هعرف اخش الملعب ده خالص بس طبعا انا دايما بنصح لازم اعرف انا مين الاول اعرف ذكائي اعرف شخصيتي عشان ده اللي هياهلني انا ديزاينر جامد ولا بكتب كونتنت هايل ولا انا ممكن ابقى بروجرامر ما فيش زي ولا انا ايه المجال بتاعي فاتمنى ان انتوا تكتشفوا نفسكم اخر حاجه هختم بيها دي صورتنا دي الصوره بتاعتنا بس دي صورتي انا وانا وابيض واسود طبعا اول ما بزوم الصوره بتتكون من بيكسلز البيكسلز دي هو رقم من صفر ل 255 اكيد انت فاهم انا بتكلم في ايه اتعوض البكسل هنا الارقام لان الكمبيوتر في الاخر ما بيفهمش غير الصفر والواحد والارقام اللي هو يعرف يمثلها عشان يوديها للصفر والواحد فدي كلها اتحولت لماتريكس او اري مصفوفه فتخيلوا الكمبيوتر شايفنا دي صورتي هو مش شايفها غير كده ماشي رقم اللون الابيض الابيض 255 اللون الاسود صفر وكل ما هو درجه ما بينهم جري هو واخده رقم زي اللي انتم شايفينه هنا كده فبصوا انا صورتي بقت عامله ازاي طب ما حد هيجي يقول انت بتضحك علينا وتجيب لنا صوره ابيض واسود ما تجيب لنا صوره الوان عينيا اهو الصوره الالوان ثلاث قنوات الار جي بي ار جرين برافو عليك فبقى عندي ثلاث مصفوفات للالوان بنفس الطريقه من صفر عشان كده الصوره الالوان ثلاث اضعاف الصوره الابيض واسود وهكذا فبيقدر يتعرف على الحاجات دي كلها فاكرين الديب ليرنينج اللي احنا كنا شايفينه من شويه بمجرد ما يبتدي يتعرف على الصور يجيب الحواف في الاول بتاعه وشي وبعد كده يجيب العين والمناخير وبعد كده يجمع الوش وبعد كده يقدر يتعرف بقى ده روبير ده فلان ده فلان ده فلان بشكركم ان استحملتوني لحد دلوقتي اتمنى تكون معلومه دسمه ومعلومه استفدنا منها شكرا لحضراتكم